ما حقيقة ما حقيقة تدخل إيران في القضية؟ ما حقيقة وجود موظف صغير بالسفارة الإيرانية هو من يملي هذه التحالفات على اليكتي وعلى السيد الحلبوشي إلى درجة أنه بعض الأطراف تقوت وأقنعت المنشقين بأنه إيران ويانا؟ ما حقيقة هذا الكلام؟ هم نفسهم ما بلغونا بهذا الأمر. إحنا لم نسوق لم تكن لدينا أي معلومة بهذا الخصوص. كل اجتماعات لم يحضرها أجنبي. ما له علاقة باليحضرها وما يحتاج يحضر. هو يحتاج يحضر اللي يريد يأثر. يعني الناطق باسم حزب العدالة والتنمية قاعد بكركوك، لو من كركوك دز البيان ماله قبل شوية، اللي يريد يأثر ما يحتاج يحضر. أنا هسه كمراقب كمراقب الآن الصراع بين إيران وتركيا على كركوك. أنا كمراقب كعراقي أنا علي الصراع في كركوك الآن بين إيران وتركيا. وأنتم كأحزاب وكشخصيات وكأعضاء وكقيادات مجرد أدوات عند هاي الدولتين. هذا اللي لازم صالح بيه شعبنا. لن نكون لا في يد احد، احنا عراقيين احرار من الله خلقنا احرار. زين. لا تركيا ولا ايران تتدخل في وضعنا، احنا الان نتكلم علينا في حزب السياده. ودوله الرئيس يعرف هذا الامر، ولولا التزامنا ببغداد وبقرار رئيس الوزراء لم نحافظ من عندنا. دوله الرئيس، دوره الرئيس صار لها اشهر وما دبرها. ما دبرها. يعني يشيل تليفون ويتوسل بالسيد محمد تميمي يقول له لا تروح. وتالي محمد تميم يسد تليفونه ويروح ويدز ممثلا للاجتماع. هذا الذي حصل. اعرف هذا اللي حصل، فلا تقول العراقيين جاي يتحكمون بالموضوع. استاذ احمد انا على كركوك وقلت لهم لاخواني قلت لهم لا تخلوني في يوم من الايام اطلع السوالف، لا تخلوني في يوم من الايام اجيب اسماء، لا تخلوا لا توازونا وازونا على هذا الامر. نعم هم اللي راحوا بهذا الاتجاه ولن نقبل في نهايه الامر، لن نقبل بهذا الامر. جيد. طبيعة التنسيق بينكم وبين الجبهة التركمانية وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي تم إقصائكم من هاي الصفقة، ايش راح تسوون؟ ربنا مستمر. ذهبنا إلى القضاء بعد صدور معركة بعد صدور النتيجة من القضاء سيكون لنا كلام واضح وصريح. لن نمضي بحكومة فيها إقصاء لأي طرف من الطرفين. لن نكون جزء من حكومة فيها إقصاء تركماني أو كردي. لن نكون في حكومة فيها إقصاء عضو عربي واحد.